يا سلام. على طاري العشاء، انا طرى لي يا ابو سليمان مبطين عن خبز الميفا والحركات هذه، ما ودك؟ والله ابشر بالسهر. المطلق هذا اقتراح قبيل وقال طال عمرك، لانه موضوع والحمد لله وهو يتسرر بالسلامه، وقال طال عمرك لازم نحن يعمل شيء. فقلت والله ابشر بالسهر، ابشروا بالذبيحه وابشروا بخبز التنور والسمن والعسل. ولكن ابو عبد العزيز نبغى طال عمرك النفاه، ابشر النفاه. وين النفاه؟ نطلع برا. اي خلاص ابدا، اول الصباح نبدا بدري بكره، و ابدا نطلع برا، واذا احترت الشمس عودنا دخلنا. لا العشه موجوده، ها العشه موجوده والكربات موجوده، العلوم بكره زي. بكره ان شاء الله والجو ابدا، والله اذا بغيتوا بكره جاهز انت استعدادك، احنا جاهزين بناكل الحين. التنور بيجي بكره. لبيه رجال عيوني حساسه يا حبيبي، يا حياتي الله يطول. انا بديت اخاف على نفسي من الكلمه هذه، حساسه يا ابو اطلعت عاد في الخلقه عيوني هذا تجي الشمس تسوي. لا بدينا اول النهار وما شاء الله مثلا من الساعه 9 اول ما تبدا الحلقه وحنا موجودين، عمدانا افطرنا قبل لا تحتر الشمس، وعيناتك ان شاء الله ما بها الا العافيه ان شاء الله. باسل ابو سليمان والله اللي عشان اعلن، انا ما بعد اعلنت انا والله. ابو عبد العزيز لبيه، انت بس انت تامر امر بس. لا انا ما امر عليك. جعلني بكره يا طويل العمر البر والسمن والعسل ان شاء الله طال عمرك، والتنور يحضر بيض الله وجه. ما يصير يا خلاص، معلش اسمح لي. لا حول، الله يعين، الله يعيننا على حسيب يا رجال. احنا نتمناها من هو؟ ما يخالف نتمناها. يمكن ابو ثامر ما هو موجود. لا انا موجود ان شاء الله، هو معكم. خلنا يا طويل العمر اول شيء طال عمرك تواجه السيدة ام سليمان وتصبحنا عليه بالخير. يا سلام بيض وجه. يا سلام، ربما ما تكون جاهزه لبكره. لا اصبر يا ابو سم، ام اغراض الناقصته ولا ما له مزاج ما له خلق. والله تصرف على التصرف. طيب ايش 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 تامر بس قول. الحياه مشاركه. يوم ايش لا هو قصده شاور وعود. الرجال يقدح من راسه يا ابو ثامر. قال لك تم اقول لك الامور كلها بسيطه ولا مو يعني هي وسعه خاطر. نعيف يا عرار. لا رفحه ان كانكم جاهزين حل بكره، لان طال عمرك الجو يعني بدا الحمد لله ابدا كويس. بكره خلنا طيب حلنا هذاك بكره لو جلسنا احنا في الفيه هنا، ولا تبونا على العريش اللي تبون، ولا تبونا في نفس العريش اللي في الوسط؟ ترى ابشرك ترى مايك ميوت، فيعني انتم على رايكم توكلوا على الله. ماشي ما الحمد لله المايك ميوت. حظك ما شاء الله غلب حظي يا ابو عبد العزيز. الله يسعدك. خلاص اجل بكره ان شاء الله، استعن بالله. الشباب عاد بسلامتهم بيجون معنا ابرك الساعات. والله ابرك الرجال ابو سليمان عازمنا بكره على شبة ضوء طال عمرك، خبز الميفا وبيجيب الميفا هنا وبنصلحها هنا. الميفا وش الميفا؟ التنور اللي نسويه عشان لا تعلمه بكره بتشوفه. بالليل ولا الصباح؟ ها؟ صباح ولا الليل؟ في الصباح احنا شغلنا صباحي. بهالقوايل هاي بن ضوكم اللي هنا تشبونها بناخذها منكم. ما عندك مشكله. ها؟ خبز الميفا وسمن وعسل. وسأل نواف الشهراني يعلم. انتم كذا بتخلونا نواصل. لا 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 الشيد هنا مغريات. عش من جبل فناجيل والداله والبريق مخدر بالورق شاهي. يا سلام. والبريق مخدر بالورق شاهي. يا سلام. بريق مخدر بالورق شاهي. استاذنا بكره نجيب شاهي الشايب. مرحبا مليك. شاهي الشايب يا ابو سليمان. البر والسمن طال عمرك كل. يا سلام. والعسل. هذاك اغراء ابو سليمان. ايه عطها. رغبه يا ابو سليمان. بعض البشر لو ابتلاه سمن ومن فوقه عسل، وتقول كب الكذب يا رجل عيا ما فعله. يا سلام يا سلام. عيد بعض البشر لو ابتلاه سمن ومن فوقه عسل، وتقول كب الكذب يا رجل عيا ما فعل. بعض المجال غير مجلسكم ان شاء الله، بعض المجالس ناس شاد نحصبنا منها ملال. يا
الدهر يوم لك على باقي لو الثاني عليك. يا سلام يا سلام. الشباب جهزوا الشباب بيتهم بس بيه. ايه قام يلا يلا صلينا يا شباب عشان لا متوضا الا واضين الحمد لله. انتظر انتظر الشباب دار ذمة عندي انا ما اقدر الا ان يجون دقائق يتوضون يا ابو سليمان عشان ما يجيهم خصم. ابو علي الاب الروحي ابو علي جزاه الله خير. اي والله ياخذ مبادر ابو علي داي يدخل عليه بالغرف بالعقال. لا لا والله ما دخلت مره. لا 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 والله انه في السيب. والله من عيني من الغرف هذه. حتى لو انه يدخل الغرف والله انه في السيب. اي نعم. واني ما ادق الا الباب يا ابو علي والله العظيم احنا سامحين لك. نعم الله انت سامح لي لكن القناه لها. لا لا يا ابو علي بدال سابقين سامحين لك اللي درب عندك. اسلم انا بالنسبه لي ارشيد. اي سامح لك انك تدخل غرفه. سامح لك تجلده من هنا لبكره. تجلد لي من هنا للصبح. مو ترى اكثر الشباب. بس ابن علم الحاجونه الحاجونه من الحاجونه. الحاجونه ذي مهام مجار. لا لا مجار منها. ما الحاجونه؟ والله مجار منها. طيب يا ارشيد ما ودك برنابي يجيبها لك ابو علي؟ والله عندك ارنبي ابو علي. أرنبات تبغى تجيب؟ والله كفو يا والله برية ترى. أوه برية صاحب ناكلها صح. خلاص إذا جيت إن شاء الله نطلع لها على الطبيعة هنا. جابوا لي أرنبة وخلوني أكلها يا بابا. أجيب لك؟ أنا كيف تأكلها نية؟ والله خلوني أكلها نية ما أدري ليه؟ لا والله ما عندي خلق. ما متابع أبو علي. أوفا ما كنت متابع النية. وهذا هو أبوك. والله ما فضيت والله ما لكن أتابع غيرها. أنا عندي لك رأي. والله يا أبو علي جابوا لي أرنب ني وكليته ني. انا عندي رايي لبيت سميت ايوه اسلم صالح الحسين ليش تقول له نستاجر مخيم ها احنا والشباب اسلم ونطلع يوم واحد كلنا ها طبعا بدون جوالات نطلع غير جو نعيش ريالتي نعيش ريالتي الكاميرات معنا ها ابابه عم منيب ايه كلهم معنا يلحقوننا ايه والله صدق حلو لا انا معاكم كمان وغير جو او اسطبل انا معاكم او عندي لا هو افضل شيء البر صراحه اي والله اسطبل البر طعم اسطبل فيه اشياء سمعت الاداره ما تتوقعت اي والله والله العظيم هي فكره حلوه والله بيكون ريالتي عالي هناك يا سلام صدقني تنبر واللي يطبخ واللي تلقى عبد الله حافي تشكله يسولف واللي يا سلام انا وانا معاكم اخبز لكم واسوي واللي اقدر عليه انتم خدوم مره زل جل همك فيض الله نبغى اشتغل انا لا انت ابو علي خليك بالعقال بس لا لا شوف اللي ما يشتغل يروح بالعقال بس الحمد لله هددت ناس وجو هددت اثنين وجو يا سلام اهم شيء عندي اثنين كانوا غايبين وجو ترى شوف عبد الله الحافي باقي نايم ولا عبد الله زين عبد الله الحافي ها ما شاء الله عليهم عطنا مايكك تعال سولف معنا على بال ما يجونا الشباب عبد الله الحافي ما شاء الله من الشباب يا ابو سليمان يا رب يعني نمدحهم جميعا ولكن هو تميز ما شاء الله بالقصيد اللي ملأنا وغرقنا بالمشاعر ابو بندر ونعم ابو بندر ونعم اي نعم ونعم فما شاء الله اغلب الشارات كلها لابو بندر اي والله والله يا اخي شفت يعني احنا كنا من انا والله ابو عبد العزيز انا قلت للشباب هذا ويعني بعضهم ما كان حاضر يعني قلت انا اتوسم في النسخه هذه انه بيكون لهم شان يعني وتميز لا محدود لانه اولا ما شاء الله يعني معلوماتهم وافيه وكويسين والمسؤوليه عليهم والله انها يعني رجال واحد يقدم شيء محتوى ويقدم بادرات يستفيد هو ويستفيد طال عمرك يعني المتابع والمشاهد فانا يعني من ضمن مثل ما تفضلت الشباب كلهم ان شاء الله مبدعين الله يطول ونتمنى عمي. والله نتمنى يعني يعني حقيقه انا اتابعكم انا اتابعكم في المساء وانا اشوف انكم تقدمون اشياء جميله واذا ما كنتوا كذلك ايش الفائده؟ انت انقطعت من اشياء كثيره وتركت بعض مشاغلك طال عمرك وانك تجي طال عمرك وترجع اهم شيء انك يعني تحصل على شيء يفيدك انت ويفيد نعم. الوطن نعم. ويرفع من سمعه الله القناه ومن سمعتك انت كشخص لانه كان طال عمرك الاعلام بالذات الاعلام يا طوال العمر ترى يعني شيء مهم وهو من وسائل العصر الحاضر الحالي الاعلام طال عمرك للي مثلكم وشرواكم يعتبر مهم جدا ولا صدقت. يعني انت جيت ايش تسوي؟ انت قد جيت طال عمرك ترجع بفائده ما هو انه بس مثلا اني حضرته وبس
لا يكون لك شيء، يكون لك يعني عبد الله ما شاء الله يا ابو سليمان من الناس اللي لهم بصمه ما شاء الله قبل البرنامج وبعد البرنامج وفي البرنامج هذا مما يعني قبل وبعد وفي الحال صراحه. سلامات، وش فيك سلامات؟ افو افو، خل ابوك ياخذ حقك ابو علي، يقول انا ابو الجميع. عبد الله سمعت الاشاده بك اليوم بمجلس الشباب؟ وش هي ابو الاشاده بك اليوم عن طريقي اليوم؟ إيه؟ لا والله ما سمعتها، بسمعها. اجل تسمعها، لانه كل اللي مجتهد نصيب. كل الشباب قلت مبدعين، كل تخصصوا شيء، لكن شيء ظهر لنا وشيء لم يظهر. من عبد الله الحافي خلاص انت بس المكتبه وجبر عن الاخت اي نعم، وبعض الشباب عن مواضيع عندهم جبناها كلها، فاسال الله يوفقكم. مع الزود يا ابو علي، اول شيء صراحه انا اشكر ابو عبد العزيز وابو سليمان وابو علي واخوياي. يا سلام، انكم مدحتوني واثنيتوا علي، وهذا تستاهل. انا واحد منكم تستاهل، وانا اتعلم منكم، وانا اتعلم منكم كل شيء والله. يا سلام عليك، الكره تستاهل يا ابو بندر. ما عليك زود والله تستاهل. انا من اول كنت هايب منك، لانهم يقولون لي عبد الله الحافي، عبد الله الحافي، قابلتك لكن ما انت بنت، لاني شفت انا واحد مثل تلبس ولابس. يا سلام، قلت عبد الله، عبد الله الحافي. ابو علي اللي ما عنده ابو علي، انا فداك يعني ما بقاطعك. طرى على بالي يوم تقول الرجال هذا، يقول لك الرجال مخابر ما هم مناظر. جاء عندي ضيوف يا طوال العمر، وفي واحد من قبايلنا علي بن جلهم الله يذكره بالخير لعله يتابعنا. فالرجال هذا ما شاء الله يعني سمعته رجال مجالس شرواكم ورجال معلوماته وقصائده. واحد من الجماعه قريبنا يا ابو محمد عوض بن عوض بن يحيى، انا والله ما عندي خبره في السالفه، تسمعني يا ابو علي؟ اسلم ابو علي، هلا معك، تسمعني؟ ايه اسلم. طبعا هم كانوا ضيوف عندي انا، والرجال يسمع بالرجال هذا كلام كثير عنه، مثل ما قلت النشمي هذا يقول هو طال عمرك، يقول هو يوم جينا طالعين نصلي العشاء وهو يمسكني قال تعال انت فلان، قال ولا بغيره، وش عندك؟ قال يا رجال انا سمعت عنك يقولون فيك وفيك 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 وكذا، وهي اشياء ايجابيه، لكن يا اخوي لما شفتك ما شفت فيك شيء انك تفرق عن البشر هذول كذا، وفيك شيء طالع منك. كل ما قالوا علي بن جلم، علي بن جلم، يا اخي انا والله ماني شايف فيك شيء يفرق. قال يا رجال انت من جدك انت؟ قال والله اني صادق، ابغى اشوف هو فيك شيء علامه فارقه. فلذلك يا طول العمر يعني الموضوع وما فيه ان الرجال شرواكم مخابر ما هي مناظر. احيانا منظر الرجال ولا يعني تشوفه من بعيد ولا ما تعرفه، متى تعرف الرجال؟ تعرفه اذا خاويته ولا سافرت انت وياه سوا ولا عاشر، هذا تعرفه. فلذلك طال عمرك نقول طال عمرك انتم يعني خوتكم وجلستكم مع بعض اذا ما استفدتوا منها يعني بيكون عليكم لوم، لان طال عمرك ان لا ربما ان المستويات ما تستوي، يعني الناس طال عمرك قدرات، لكن طال عمرك الانسان اللي ما يستفيد من المجلس من الونعم من اللي كذا، فهذه طال عمرك يعني نقول ان الله يوفقنا واياكم.